خلينا نخرج لتقرير عن ذوي الهمم وكمان نجومنا في التنس طاوله في النادي الاهلي بيعملوا ايه في بيوتهم في الوقت ده. خلينا نروح لهذا التقرير وترجعوا لنا عشان نستقبل دكتور محمد شوقي رئيس جهاز العلاج الطبيعي في الاتحاد المصري لكره اليد عشان نتكلم معاه عن حاجات كتيره جدا بتهم اللاعبين، عن ازاي يتمرنوا، ازاي اللعيبه تخرج من الحالات النفسيه اللي هم موجودين فيها. روح لهذا التقرير ونستقبل ضيفنا الكبير.